السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نرجع الاوتوكاد لشكله القديم في 2006 وهكذا. طيب هكتب له كلمة ريبون كلوز، هيقفل لي الشاشة اللي فوق، وبعد كده عايز اشغل بقى المنيو بار، هكتب له منيو بار انتر، فبيقول لي انت دخل القيمة، هي القيمة دلوقتي زيرو، انا هخليها بواحد فتبدأ تظهر معايا. لو عايز ارجع للشكل التاني ارجع الزيرو دي هي زيرو تاني، واقول له ريبون ترجع تاني للشكل الجديد.